هذا اليوم. نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول، وهذا برك أحمد بن عبد الله بن عبيد بن سويدان العامري على مقدمة الشوط والبداية، بينما النقلة إلى المركز الثاني. أتابع هنا الحضور على المركز الثاني من ما يهاب محمد بن حمد بن فطيس المري، والمركز الثالث الناوي لمحمد بن راشد بن سعيد السبوسي، والمركز الرابع ها هو أمامكم كما تشاهدون وذران لمعتوق بن حربي بذرية العامري يأتينا على المركز الرابع. أما في المركز الخامس يأتي شعار أبو هادي على ظهر مهاوش سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. وسادس المراكز في المركز السادس يأتي النشمي سحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي، بينما في المركز السابع. وفي المركز السابع أشوف هنا وصول من الفارس قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، شعار النمر اللي دعناه قبل شوي صاحب التوقيت الأفضل يتقدم هذا الشعار المتميز كعوايده، بينما ننتقل الآن لناخذ المركز الثامن. المركز الثامن يأتينا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في هذه اللحظات. أشوف ها هنا أيضا رجيف لأحمد بن عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي يحتل المركز الثامن، بينما في المركز التاسع. وفي المركز التاسع هذا الشباب محمد بن صالح بن علي الحميري، بينما في المركز العاشر ها هو متعب لعبيد بن محمد بن علي المنصوري. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام النتيجه للعشر المراكز الاولى. اوفينا لمسامعكم النداء في هذه الانطلاقه في هذا التحدي. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، عودة إلى البداية. وهناك اللي غير الفارس اللي يبحث عن ناموس هذا الشوط من خلال تواجده قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، مسيطر على المقدمة وعلى البداية الأولى في هذه اللحظات. ها هو شعار بن ثاني اللي مسيطر على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني مهاوش سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، والمركز الثالث برق أحمد بن عبد الله بن سويدان العامري، والمركز الرابع هذا هو مشاهدينا الكرام ومتابعي الأعزاء وذران لمحمد بن عتيج أو معتوق بن حربي بن ثني العامري يتقدم على مستوى المركز الرابع. أما في المركز الخامس يأتي الناوي محمد بن رايب بن سعيد السبوسي. هكذا هي نتيجتنا، هكذا ندائنا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز الأولى، وعودة إلى البداية، عودة إلى المركز الأول. وهذا الفارس ويقول علي هذا الشعار لعوايد سابقا مشاهدين الأعزاء، يتسلل وياخذ المقدمة والبداية الأولى. ها هو شعار قطامي بن محمد بن ثاني السويدي في مقدمة الشوط في المركز الأول. ركز يا سعد يا بن سالم يا الزرعي مع هذا الشعار، مع هذا الأداء المتميز جميل في مقدمة الشوط. بينما في المركز الثاني أشوف برق لأحمد بن عبد الله بن عبيد بن سويدان العامري يتقدم على المركز الثاني. أما في المركز الثالث أشوف هنا الوصول مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. المركز الثالث القادم هنا برق أحمد بن عبد الله بن عبيد بن سويدان العامري، إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول. الفارس ومهاوش في معركة طاحلة. ها هو مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام الفارس قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، ويتحرك مهاوش بدأت المهاوش سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، ولكن سلام لند الشبه. سلام الى ند الشبه وين بلقى السبق والساس الاصيل. تحيه يا ابو محمد على هذا الفوز والانتصار للمره الثانيه. هذا الشعار مشاهدين الاعزاء ينتزع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني مهاوش لسعيد بن حمد بن مصلح من جمهور الاحبابي. المركز الثالث مغامر لناصر بن مغير العميمي. هكذا مشاهدين الاعزاء النتيجه للثلاث المراكز الاولى. ونعود بالتهنئه والناموس الى مالك ايضا الفارس قطامي بن محمد بن ثاني السويدي. التوقيت ايضا يتسجل 6 دقائق و7 ثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز.